أنا ذا لي شهر قليل القالو من في الألم لمتين ما نرقد ما نرقد، وطالب من المسلمين وطالب من الدولة وطالب من القناة ومن يقول لا إله إلا الله يساعدنا في دوانة الدواء وشور تونس والله المغرب والله السنغال والله فرنسا والله بلد والله موريتانيا إلي الدواء ومرقودي المهزق ذهو. أنا عندي سقيبتين شريتهم من الدواء ذوكم مطرحة ما نفعوني في 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 في, في في الألام اللي في الليل ما نرقد. أنا ما نتحسس بشي، عندي عين قليلة شوفتها وجبتها للطب ندور نقلع عنها شي قال له الطبيق ومنين جيت ومخرصوها قال له الطبيق طايبة عادت لهين قلعوها عنها وقلعوها عني ومنين قلعوها عني الفرج مات له خالق وتو ما رأيت أي فرج فهمت. وجيناهم قاع في خطورة ودواونا إلينا بعد شفنا روسنا شوي وقلعوا عنا يديهم لما لك سمعته وضار كان أنا متألم حاليا متألم يا غير الألم مل مني وليت منه فهم الألم ألم القلب والصوت حامد المولانا وشاكر له ذي دحمي سيئ اللي قديت نتكلم وطلبي أراعي في المسلمين كاملين وطلبي من يقول لا إله إلا الله وحامد المولانا وشاكر له على حلاوة الإيمان والإسلام ومع أشخاص متفرقة راهي 28 لقاجة راهي بقات متفرقة في الطب تواصلت معنا 5 أيام علقونا الدواء ما أنا موفقين إلين ما إلين مرت عنا الألام المتين ألام الورم ورم الراس والعين والوجه منين مر عنا شوي قالوا إنهم قبضوا سامين وقالوا إن أنت تلفنونكم ولهم ضرك أسبوع سايد ما تلفنون فهمت. عندنا مختشين على عينينا مختشين على صحتنا وعينينا واحنا ما عندنا حول ولا قوة نرفعوا به روسنا وعندنا قاع عندنا ما نشوف مصر قولهم هما عنه عنها 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 مثلا تخضيرهم والله عنه فيه 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 جرثومة والله عنه فيه ذا وقالوا ان الشوفة ماتت وطامعين به ولا بشرونا ولا دواونا على لا وقالوا ان كرامة الى ولا لكم اعماركم اول بشرونا به الاطباء هم مشينا عندهم ما نمت ممكن وما زلنا ما نمت ممكن ما انا قطعوها انا عندي شوي شيء من المهدئات اللي انا اقبض منه وحدات فترت قاع من عمل الدواء عاد مضعفني ولا انا اقبض منه وحدات نعملهم ساعه ينفعوني ساعه ما ينفعوني في الالم ساعه يرقدوني ساعه ما نرقد تم الالم اللي ماشي في العين ومثقل علي ورمها والمها تنتر لك شيء ينتر ولا قاش بيدو بالحال الخالق قال لهم مولانا مطالبنا أن طالبين من المسلمين جميعا والدولة ومن يقول لا إله إلا الله أنه يساعدنا في دوانا هذا لين الدواء سوى علينا منين الدوائين والله باشن الدواء وذا هو مطلبنا. طول الأول عيني عدل لها عملية وعملية تبارك الله كنت شاكانها لكيه الأول ومشيت على أنهم قال لي نين جيت الراجل الآخر قال لي لاهن عدلوا لي مشي سيدا دخلني هذا اللي يندارو فيه رؤوس خرص عين قال لي مشي سيهم يعدل لك تحديد الشوف ومشيت قايستهم وقطعا خرص يوم اللي ينادون قلت له لي بأس عيني قاعدين يعني شاد أخبارها ما تحقد عليها ذيك الله يوم قير ما إن شاء الله قاعد كوي تميد وتوه منين جيتوا قال لي أنت قال لي رجعينا نهار الهولاني الثلاثة ذيك الماي هذين عدلوا لك عملية قلت له أنا الله أنا قلت له أعطيني قلت له أجل لي هذا وظهرك ماني معدلت عيني وزاد تتشوه لأن قلت له نعدل في اللي يمكنني دويت هذا قال لي لا ودال كون الجنين تعودي لا تقلق بلا حد ثاني وتقاور ونعود وندير ونفارهم شو كنت ولا جيت وتقلق بلا حد قلت له لا إله إلا الله أعطيني وتقلق الله يتعدل يقعر كنت شاك أنها لا سهل كيذي الأخرى ما كنت شاك أنها كون كيذي الأخرى إلي أنا رجعت اليوم الثلاثة مشينا عليك الثلاثة جينا يوم الثلاثة إنها لا تعدل لنا جات الناس كاملة هم اللي عدوا اللي كلها يقطروا له عينه يقطروا له عينه هنا بقيت أنا وراجل هم ولا ذنين هم التالي نشوف الراجل هو الأول الحقته قطعا فسالقي وعدلت له الحقته قاعد وعديه الزراس المنفهم شيطان وخشيت وتوت لي من أدم تبارك معي دقني قطعا ونمت لي له وخضر إن أنت لا وسيت بذي حالها قال لي ما حسيتي وحرقت ودقني قطعا وذلك كنت قلت إني ما وسيت عنه لا يدقني في الفلوس أو تو
دقني بعد وجات العين قدامه انطاني شعصرت عليها وهو يشيع تميت عصرت وتميت عصرت وتميت إلين اكتر عقبهم اللي جاوني وقالوا لي نقصي وهيله تميت ماشي وكلف بارد والله ذاك قنت قطعة قالوا لي بقايتك في طوالة الدوش ذات قلت لهم أنا قال هالي واحد قال لي ويله بس وتبارك مع العين ذاك اللي صب عليها وذاك اللي عدل لها وذاك اللي غاسلها أنا الله أعلم أنا أعرف هو شنو هو زر مرة تهيشي لك شفت الفزاء الله أنا أعرف وضعك اللي تعدل هذا هو بيني وبين الله وأنا سابق عيني كانت تشوه ما شاء الله بعد اللي قال إنه قال هو إنها أنا شافها وإنها كذا قلت له هي لا اسمها الحين ذي ليتنك وتوه عيني قلت له ما زالت تشوه أجلني أنا وذي الطفلة معايا قال ما واسي أيوه شلين واس قضي الله قد قال قال لهم لا نقص إنين عدلنا العملية إنين عدلنا العملية قالوا إنه شفر عنا نهار إحنا شفرنا قالوا إنه شفرناها ونهار مقدر رجعنا لهم نين رجعنا لهم واللي إحنا اللي فينا كلها خرصوا قال له عمليتك زين وهي العملية إحنا بيتني كل ليلة صور ما هو عاد صور ما هو عادي نهار مقدم والإنا نرجعنا بثنا لا تقول إلا لا كلها يبطب راس يبطب راس يبطب راس وذني شينا هم داخلين على نادم لو اللي قالنا عمليتكم زين هو اللي عاد صاغونا يمشي فينا شو القرفة هذه بعد أسبوع سيجون دارون الدقات ومشاو ويانا هذه أنا من اللي قاس من اللي عدل هذا اللي للراس أسكن في الراس قطعنهم عدلوا اليوم مشاو ويا هاي شيء جات هون وتتلس عافية الطرحة تنهى أنتوا عدي صار عدنا لهم كل نهاس ونهار يجيهم يديرون ذوك الدقات يديرون ذوك الدقات ويغسلون العين إلى نهار إذا قالوا لنا تمين إلى قالوا لنا اللي تم ماشي ورق لين تم ولا من كل إحنا ذا ما عندنا في شيء وهذا العينين يا الله احنا ذا ما عرفنا من اي شيء ولا عرفنا قلبنا نكتشف الامر شنو وانت ما راح حد الرجال وهم ولادك حد خالق شوي فتكلمت بعد تكلمت شوي بعيده من الدعاة وقالت لهم واللي يلا تو يعرفوا السبب قالوا لها سبب ذا لا شيء رايد ولا والعينين قالوا لها ما تهورك ما تهور شوف احنا ذاك الاخر قالوا لها رانا كافحناه ودويناه وعدنا لين توصل من كل اهل التيام من كل اهل التارواقي نعيط لهم يجي جايين نغسل لهم العينين ويمشي ويجي واحدين اخرين نعيط لهم من فم السعال مشينا احنا ما تلفنا علينا تلفنا هم اللي على اصحابنا كانوا تلفنا عليهم قالوا عنهم ما تلفنا عليهم انا لما ستني شهور الا عيني هذه تعيط تزرقني عيون راسي من هون يجعل كاتبين لي صار على شيء من الدوام اللي ايش قال قاع شيء شريناه فاس قالوا لنا هذا عيان كتبوا لنا شيء دونه وشريناه نهارنا شريناه دونين عيان شاريه منه شاريه منه شاريه من الأدوية وقع لا لي شري حد يا إن شاء الله يوم قمت وأنا حتى نتحسس وعيني اليوم زادت اللي عن قام والله ما عاد حلت يا قير بعد انطرحت عنا ذاك الكلام واقع له بس طيب. تقيسون هم العزيز لا احنا قالوا لي تلفنونا ولا تلفنونا احنا قالوا انهم لي تلفنونا ولا سووا انهم للجماعة اللي معانا كانوا تلفنون لحد منها قالوا انهم ما تلفنون